هي كوبي. وإنما بعض الناس يقول لك أنا أحب أن أسس أسرة ناجحة،
طيب تسأله سؤال بسيط برك، بسيط جدا ما يعرفش يجاوب عليه. وهذاك السؤال تسأله في نهار عرسه، ليلة قبل عرسه، تقول له علاش راح تتزوج؟ وعلاش راح تبني دار؟ وعلاش راح تدير أسرة؟ كاين اللي يقول لك لا غالب، يما مريضة ما كانش يقوم عليها، لازم نجيب لها المرأة. كاين يقول لك زوجوني، كاين يقول لك تزوجت على حبيبي قبل زواج، انا حق الوقت تزوجت. كاين يقول لك يو في عمري 35 سنة تقول لي علاش تزوجت. لا هو السؤال ماشي على عمرك، السؤال لماذا تزوجت؟ لأنه لو كنت مثلا دوكا تروح تشوف إنسان يجيب ملايين مئات الملايين يشري أرض ومن بعد يجيب مصر ويجيب ورشة ويجيب شركة بناء ويقول لهم بنيوا لي هنا، انت تتعجب لو كان تروح ليه تقول له واش راح تبني ولا واش راح تدير؟ يقول لك والله ما على بالي، قالوا لي بنيني نبني. مستحيل. تقول له كيفاش انت تدخل مشروع بلا هدف؟ ما عندكش رؤية في حياتك، ما عندكش رؤية، مشروع كبير كيما الأسرة ما عندك حتى هدف فيه. هذه مصيبة. إذا عجزنا عن الجواب في هذا السؤال فهنا راح تكون عندنا واحد البداية سيئة جدا في بناء مشروع عظيم. أغلب حالات الطلاق اليوم والفشل الأسري اليوم أغلب الحالات راح تكون قبل السنة الأولى. بكري باش يطلقوا بالك يعيشوا 10 سنين 8 سنين يصبروا ويحاولوا ويجتهدوا، فتحس بلي بكري ما كانش عندهم مشكلات عفوية أسرية، لأنه بكري الأسرة التقليدية كانت تجتمع جميعها، لا يشغلها لا تلفاز ولا إنترنت ولا وسائل أخرى، فالأسرة تجتمع عند الطفل الصغير ويتعلم. الطفل الصغير من 6 سنين 7 سنين ويتعلم على باباه كيفاش يدير الأسرة، يخرج مع باباه يمشي يعلم كيفاش يهضر مع الناس، كيفاش يقضي، كيفاش يحترم اختو في الدار، كيف يهضر معاها، كيف يقوم عليها، غير اختو تجي خارجه لكاش مناسبه يلا يلا خص اختك. الى عنده اختو مزوجه في عمر 8 سنين يقول له ارفد هذا السكر والقهوه وروح زور اختك. هذه كلها اداره او يعلموا اداره الاسره. والطفله تلقاها مع يماها مصوره ويتعلمها 6 سنين 7 سنين ويتعلم، هاي بنتي واش نطيبوها ونوجدو قبل ما يجي باباك واش نحطو، ما لازمش نستقبلو بهذه الطريقة، ما لازمش يلقى الدار ماشي منظفة، ما لازمش يلقى الماء في الباب، ما لازمش هذا، وإذا جاو الضيوف لازم نخبروهم قبل، كل حاجة تتعلمها الطفلة. فما كانش عندهم مشكل توعية، لذلك كانوا باش يطلقوا سنوات، يجربوا يحاولوا ممكن 20 سنة ممكن أكثر ممكن أقل، والطلاق نادر. تسمع هاي فلانة طلقت في قرية الناس قاعدة تسمع بها، لأنه حاجة غريبة جدا. حاجة غريبة. اليوم أكثر حالات الطلاق أزيد من 65% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى في العام الأول، العام ما كملوش، مع أنه هنا في الإرشاد الأسري هذاك العام واش يسموه؟ عام تحضيري، إذا ما تخرج من السنة الأولى، عام تحضيري، إيه، ومن بعد عندهم السنة الأولى والثانية والثالثة ويبداو يقراو، هي 5 سنين الأولى تعارف. 5 سنين الأولى عادي تكون فيها مشاكل عادي، لكن ما توصلش لدرجة أنه قبل ما يكملوا العام يطلقوا. لما تشوف علاش قبل ما يكملوا العام طلقوا، تلقى اكبر السبب هو داخلين بلا مشروع، داخلين بلا هدف، فاتحين مشروع بلا رؤيه، دايرين مشروع قد الدنيا بلا حتى رؤيه شايفينها في المستقبل. لو نرجعوا الى امر اخر مهم جدا وهو البدايه، البدايه باش تكون اول استراتيجيه نتكلموا عليها في النجاح الاسري هي البدايه الصحيحه. والبداية الصحيحة لا تقتضي فقط أن يكون عندك هدف، وإنما تقتضي النية والقصد. هذه لو تكلمنا من الجانب الشرعي، لأن أنا تكلمتكم من جانب معنى كلمة استراتيجية مثلا، لكن لو تكلمنا عن الجانب الشرعي أيضا الزواج له مقاصد في إسلامنا. فكيفاش أنت تجي تقول أني كبرت وصل وقتي حنا نتزوج؟ أين المقاصد التي شرع من أجلها الزواج؟ لو كنت ما تستحضرش هذه المقاصد وش يصير لك؟ أول حفرة تطيح فيها. أول حفرة، أول مشكلة هتكون هذيك هي النهاية، لأن الرجل داخل حياته الزوجية هو قالوا له في المثل الشعبي قالوا له الزواج ليلة وتدبروا عام، فهو عنده عام ويدبر لهذيك الليلة، صامون هذيك الليلة والله ما على بالك واش راح يصرى، هو عام ويدبر الكورتاج، عام ويدبر واش المصاري يدير، عام ويدبر اللي يسلم دراهم، عام ويدبر واش الطوموبيل يجيب بها العروسة، بصح قاعد يفكر غير في هذيك الليلة. غدوة من ذاك كي يصبح بالديون عليه، غدوة من ذاك كي يصبح مشاكل فوق راسه، غدوة من ذاك كي يصبح يفطن يعرف بلي الظاهر كان يمكن 6 شهور مور 6 شهور ما يعرفش وين يروح. هل يعرف يجيري هذيك الحياة؟ ما يعرفش يجيريها.
هذه المشكلة. لذلك من أكثر المشاكل ربما اللي عصف الحياة الزوجية بعض الأمثال الشعبية. كما هذا المثل الشعبي، هذا المثل الشعبي لازم دوك الأمثال الشعبية نحن نصفيها، كاين بزاف اللي مليح فيها 90% مليح نقدروا نستخدموه ونلقاو عنده أثر، لكن هذا المثل الشعبي هذا اللي قالوا ما عرفوش كان به، ما كانش مليح ولا زواج ليلة، كيفاه ليلة هذا؟ زواج حياة كبيرة، زواج حياة ماشي ليلة، خلاوه يفكر غير في هذيك الليلة وهاد المرة هذيك الليلة ما يبانوش واش حيصير. طيب إذا البداية الصحيحة هي أول استراتيجية في استراتيجية النجاح الزواج أو النجاح الأسري عموما. والبداية الصحيحة تقتضي أمرين اثنين، أمر شرعي وأمر خليني أقول عقلي منطقي. الأمر الشرعي هو القصد والنية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تعرفوا هذا الحديث جد في جملتين، بصح الجملة الأولى والثانية، الثانية ماشي مكررة الأولى. فالأصل في اللغة التأسيس، التكرار هذا يكون عرض وقد يكون من عيوب اللغة. فإنما الأعمال بالنيات، ما نحب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما كاين حتى عامل يقدر يصدر من إنسان عاقل إلا له نية وقصد. مكاش إذا واحد دار عمل وقال لك والله ما كان عندي فيه حتى نية، هذا يتهم في عقلية الإنسان. لو كان واحد وقف جالس كما يقولون ينوض يوقف يقول علاش وقفت؟ يقول ما على باليش، هذا يتهم في عقله. علاش وقفت وجوني رجليا مد القعدة، لازم يكون عنده قصد علاش وقفت، وإلا يتهم. لذلك قال إنما تفيد الحصر، إنما الأعمال بالنيات. ثم قال في الجملة الثانية التي جاءت لتأسيس معنى آخر، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه ما يتكلم على النية، يتكلم على الأجر. أي لا يكون لك من الأجر إلا على قدر نيتك واحتسابك. طيب، يعني أنت لو كانت تكون عندك النية البداية الصحيحة للانطلاقة، استحضرت فيها مقاصد الزواج. واستحضرت فيها لماذا شرع هذا الزواج؟ واستحضرت فيها قيمة الزواج. قيمة الزواج، على بالك عند ربي عنده قيمة كبيرة. قيمة كبيرة، الإنسان دوكا مرته يقول لك قال لي لك راجل طلقني. يا شيخ أنا غير سمعت هذيك الكلمة أنا راجل. واش درت إن شاء الله؟ طلقتها. إيه؟ وأنا مليح لاباس. يا شيخ جيت حطيت لي حل. واش من حل؟ ولادي شيخ. طيب وأنت كي كنت راجل ما شفت ولادك؟ دوكا باش فكرت ولادك؟ قال لي طلقتها خمس مرات. قلت له خمس مرات؟ سمع في جلسة واحدة أنت زعفت فقط راكي طالق 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 هكا. قال لي لا لا. قال لي خمس مرات كل وحدة وي. وفي كل وحدة طلقتها ثلاثة. تسمى خمسة في ثلاثة 15. بصح شيخ قال لي حل. إيه هو قال لي ملي كي قالت لي لا راجل قلت لها أنا راجل. بصح دوكا كيفاش دوكا كيفاش؟ لقاو لك حل تاع راجل ولا تاع شوية شوية؟ كيفاش لقاو لك حل؟ المشكلة هنا مرة المشكل انه البدايه لما ما تكونش صحيحه وما يكونش قصدنا مليح في النيه وما يكونش عندنا معرفه بقيمه الحياه الزوجيه. قيمه الحياه الزوجيه نعطيك زوج حوايج وعلى ذلك فقس. الحاجه الاولى من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء ورث عليه. النبي عليه الصلاه والسلام عاش على ماذا؟ عاش على الصلاة. كان يصلي حتى تدمى قدماه. بدعني شكون فينا جرب في حياته مرة واحدة صلى قام الليل حتى سال دم رجليه. في حياته ما جربناه ولا حسينا به ولا حسينا به. احنا لو كان شوية تراويح شوية حزب بركة ما تيسر نص حزب آية وركعة. أنك تصلي حتى رجليك يسيلوا بالدم هذه واحد فينا ما جربها. النبي صلى الله عليه وسلم عاش مات حتى تدمى قدماه. طيب سؤال، هل مات وهو يصلي؟ ياك عاش على الصلاة. هل مات ساجدا؟ هل مات راكعا؟ لا. عاش النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد فكان لا يترك الجهاد من معركة لمعركة وجعل رزقي تحت ظل رمحي كما جاء في الحديث. عبالك يجي تشوف السيرة النبوية تشوف النبي صلى الله عليه وسلم دخل مثلا ستة ذو الحجة ستة ذو القعدة دخل ولا المدينة ثمانية أو خرج في معركة أخرى ما ارتاحش هكذا عايش. هل مات في أرض المعركة مجاهدا مقاتلا؟ لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يصوم حتى نقول لا يفطر من كثرة صيامه. فهل مات صائما؟ لا. طيب اسألوا أين مات نبيكم؟ مات ورأسه بين سحر ونحر زوجته.
وعلاجات هكذا برك. احنا شعور بخير من المكان المتأصدر زوجته. لماذا؟ باش نعرف احنا قيمة الحياة الزوجية. لأن الإسلام أول من احتضن له من الأسرة. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من غار حراء خرج خايف لما جاء جبريل وضمه قال ترى بلغ من الجهد ثم أرسلني وضمني اقرأ وما أنا بقارئ ويضمه ويرسله قال حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها زملوني دثروني فأول من حضر الإسلام من امرأة وحضن داخل أسرة الإسلام ثم يقولنا بالإسلام اللي حضناته أسرة يزيد خلاص رسالة الإسلام عند أسرة ماذا معنى هذا؟ وش معنى؟ معنى هي مسلمين فهموا قيمة الأسرة الإسلام حط في حضن أسرة خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام زاد مات في حضن أسرة وهي عائشة ماذا يقولنا؟ فهموا قيمة الأسرة لك عايشين فيها أعرف قيمتها هي الأساس لبناء ما أراد الله عز وجل منه إنزال آدم إلى الأرض إني جاعل في الأرض خليفة باش يكون خليفة في الأرض وباش يكون استخلاف في الأرض لازم أسرة بنيت على هذا الأساس وهذه الأسرة هي اللي تبني لنا حضارة ما تبناش الحضارة هذه بالدولار حضارة هذه ما تبناش بالثروات الباطنية ما شاء الله خلاص عندنا ضيق بلدان خارج قاعدين حضارة ما تبناش باقتصاد قوي وإن كان من مؤشراتها والحضارة ما تبناش برشد سياسي فقط حضارة تبنى بالفرد الفرد الحضاري اللي تربى وين داخل أسرة عارفة تصنع ذلك الفرد فتحاول الضوء تحاول ترجع قيمة الأسرة التي احتضنت الإسلام في أوله وانتهت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام أيضا داخل هذه الأسرة واختار ربي هذا المكان اللي يموت فيه حديث واحد آخر ونخرج من هذا الموضوع من تزوج فقد أتم نصف الدين فليتق الله في النصف الآخر هي وش هو النصف الآخر الصلاة هي عماد الدين أي جاية في النصف الآخر الجهاد ذروة سنام الإسلام أو جاية في النصف الآخر الصيام اللي عنده باب الريان في النصف الآخر الحج الذي ليس له جزاء إلا الجنة وفي النصف الآخر وهذا النصف وش فيه الزواج وحده اسمها هذه قيمة الزواج هذه لمن أدركها ولمن عرفها إذا لما يدخل المسلم بهذا القصد بهذا النية ويبدأ حياته أنا متأكد أنه ما راحش تحكم حياته الزوجية العصبية وما راحش تحكم حياته الزوجية تلك ردود الفعل السريعة ردود الفعل السريعة ليخرب بها داره وما على بالوش ليخرب بها الشيء اللي بناه وما على بالوش ويضيع هذه الأسرة اللي شفتوا قيمتها كيفاش يضيعها بكلمة واحدة أصلاً ربي علاش أعطى القوامة للرجل على صحته على عينيه شابين أنا أعطى القوامة للرجل لما جيت فكر أعطى ربي القوامة للرجل حتى تشريح الدماغ دماغنا تحكم دماغ راجل ودماغ امرأة تفهم علاش ربي أعطاها القوامة في دماغ الرجل عنده منطقة مسؤولة على التفكير هاي هذه البلاصة في الدماغ هذه خدمتها التفكير عنده قدامها قريب لاصق فيها منطقة مسؤولة عن الكلام هكذا هي هذه التفكير وهذه الكلام قدامها تروح تحكم دماغ تاع امرأة تشرح دماغ تاع امرأة تلقى منطقة التفكير داخلة فيها منطقة الكلام 50% ماشي كيما الراجل الراجل جاي من هكذا مفصولين والمرأة داخلة فيها بنسبة 50% لذلك ربي قال لك شهادة الرجل بشحال شهادتين 50% عند الأولى 50% عند الثانية نكملوا 100% ولذلك كاين بعض الأفكار بعض الكلام تقول المرأة ما تفكرش فيه بصح المفروض أن الراجل يفكر قبل ما يتكلم عطاله القوامة ليه فك رابطة الزواج عندك تفكر ومن بعد باش تتكلم أما المرأة تقدر كلام تقول ما تفكرش فيه قالت من باب العاطفة من باب الإسعاف ومن بعد بالخف تندم بسرعة لذلك ما عطاهاش القوامة ليها المرأة كي تشوف تشريح الدماء تقدر تقول له جبت الخبز ما جبتوش تقول له طالق ومن بعد تقول ليها طبقته تفيق من بعد واش درت لكن الراجل المفروض يفكر اليوم انا نعاني للاسف من بعض الرجال لما ما دخلش بنيه وبقصد
صحيح راه يحدث له ما يحدث عند كثير من الناس الذين لا يفكرون ولا يقدرون الامور. اذا قلنا الاستراتيجيه الاولى هي البدايه الصحيحه، وتكلمنا على الشق الاول فيها وهو النيه والقصد الصحيح من الزواج، وتكلمنا من خلاله على قيمه الزواج في الاسلام وقيمه الحياه الزوجيه في الاسلام. نجي للجزء الثاني. الجزء الثاني هو اللي مرتبط بكلمه الاستراتيجيه وهو الرؤيه الواضحه. الرؤية يعني لازم انت اي مشروع تديره في حياتك لازم تكون عندك رؤية، يعني وينك حاب توصل؟ انت راك حاب تتزوج الان، وينك حاب توصل؟ تقول لي انا حاب من ربي اولاد صالحين. طيب ممتاز جيد، هذا مقصد جيد، راك حاب تربي اولاد صالحين صح. المرأة اللي خطبتها كيف عجبتني؟ عجبتك على بالنا عجبتك، بصح هذيك المرأة اللي خطبتها تقدر تدخل في مشروعك تاع تربية اولاد صالحين؟ قلت والله ما فكرت فيها. وكيف اما انت عندك فيزيون تربي اولاد صالحين، روح تصير المراه اللي خطبتها، علاش تتزوجي؟ انا حنتزوج باش نلقى راجل يحوس بيا. ما عندهاش كاع علاقه بالاولاد الصالحين، هي ما عندهاش هذا القصد وهذه النيه. فحكيت معاها انت في هذا الموضوع، والله تلقى الخطيبين واللي عاقدين واللي دارين الفاتحه يحكوا في كل شيء، واش تحب تاكل؟ واش تحب هذه؟ تحب هذه؟ تحب تروح لهذه البلاد؟ تحب غير التربيه اللي ما يحكوش فيها. وهو الاصل دار عليه من؟ دار على التربيه. من اهم اساسات ونتائج الزواج هي تربيه الجيل. تزوج الوالود، الوالود على الوالود، على الاقل تزوج الوالود، ثم تزوج هو السبب والنتيجه الوالود. الوالود فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه. ثم اذا جينا نزوج وما فكرناش كيفاش نتعاملوا مع اولادنا، هذا معناتها ما عندناش رؤيه. ومعناتها البدايه ما كانت صحيحه من الاول. تلقاهم مخطوبين عام عام وهما راحوا شراو القش مع بعض، هاو جاب المهيبه قعدوا قصروا مع بعض، هاو جا دارهم راح زارت من دارهم قصروا بزاف مع بعض، حكيتوا في التربيه هضرتوا واش من منهج؟ قريتوا كاش كتاب في التربيه؟ قريتوا كاش كتاب يحكي على الواجبات والحقوق؟ قريتوا كاش حاجه تحكي على شريعه الزواج؟ شرع هذا شرع دين على ما يجب وما يستحب؟ ما قريناش. المهم هو عجباته وهي عجبها، نعم خلاص ماشي في حياتهم. تعرف الانسان يعلمه كل شيء في حياته ملي يكون صغير وما يعلمه. قل بابا يبدا ينطق، قل ماما يبدا ينطق، ومن بعد يبدا يهضر شويه، ومن بعد يروح المدرسه يحكموا له يده ويحطوا له القلم ويشدوه له مليح ويعلموه كيفاش يرسم الحروف بالحرف. كيفاش يرسم الحروف؟ نهار يوصل الزواج وعلمه كلش في كل مراحل عمره، نهار يوصل الزواج يحطه في راس جبل يضربه بكتفه راه عمره. طيب وش هذا الزواج؟ هاد المراه هذه كيفاش نتعامل معاها؟ لما يجوا الاولاد واش حنديروا؟ على بالك لم يحدث ابدا. لو تشوفوا ابائنا واجدادنا حتى وكان ربما عندهم ضرب من وسائل التربيه كانوا يضربوا، لكن مستحيل كانوا يضربوا طفل صغير. طفل صغير تاع عام عامين ثلاث سنين ما يضربوش مستحيل. ربما كيكبر سبع سنين ثمان سنين بالك مره مره ينفض له الغراب، لكن مستحيل يضرب. اليوم عندنا بنات من قوه ما عندهمش علاقه بالزواج ولا فاهمين وش هو الزواج ولا فاهمين قيمه الطفل. والله ثلاث شهور ثلاث شهور طفل دخل المستشفى. علاش دخل المستشفى؟ يماه تقلقت منه نسيت رقدو ما عرفش يرقد الفتاه وخطات دماغه صغر لداخل دماغه في المستشفى الفتاه وخطات ثلاث شهور. هي تقول طاح لي وزوجها يقول الله الفتاه وخطات. هذه لو كانت شخصيه قبل الزواج عشان تزوجي مستحيل تقول لك باش تجيب ذريه صالحه، لانه لو كان باش تجيب ذريه صالحه ما كانش تدير هذا الشيء في هذه الذريه الصالحه ابدا. إذا البداية الصحيحة نقدر نتكلم على شقين فيها، الشق الأول هو النية والقصد، وهذا فيه أجر، فيه أجر. لماذا؟ لأنه كلما صلحت نيتك في الزواج، أي صلحت النية ديالك، ودرته أنت من أجل أن الله أمرك بذلك، هكذا، تزوج لأن ربي أمرك، وتزوج السبب الثاني لأنك تريد أولاد صالحين ربي ينفع بهم الأمة ديالك. هذه النية ديالك، هذه النية كل حاجة درتها داخل حياتك الزوجية كل تعب تعبته راه يدخل في هذه النية،
ومن بعد يقول لي الجزء الثاني من الحديث وانما لكل امرئ ما نوى. طيب انت ليش خرجت في الليل؟ قل لي خرجت في الليل امراه قالت لي اني حابه ناكل جاتو. خرجت تجيب لها جاتو؟ ايه. على بالك بلي انت هذيك الخرجه مهجور عليها، على مهجور، لانه انت من الاول تزوجت باش تبني اسره وباش تجيب ولاد صالحين، وانت هذيك المراه تقول انا هذه المراه شاهد حاجه كي نجيبها لها غدوه مرتي تصبح سعيده، كي تصبح سعيده تنوض ولادي غير بلا عقل تحن عليهم. تسمى انا راني نسعدها باش تسعد لي ولادي. كله يدخل في هذيك النيه وهذاك القصد. وتولي والله ما من حركه ولا سكون في حياتك الزوجيه الا وانت ماجور عليها، لانك اخلصت النيه واحتسبت الاجر ايضا. واضح؟ هذه الاستراتيجيه الاولى. طيب، الاستراتيجيه الثانيه في بناء زواج او اسره ناجحه. الاستراتيجيه الثانيه. وهي متعلقه بالاسره كما اسميها الاسره الكتله، الاسره الكتله. تعرفوا جميعا حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي يامر فيه بالجماعه. عليكم بالجماعه. والنبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ الواحد مع الشيطان، والشيطان مع الواحد، الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين ابعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يامر جماعه كي يجوا يسافروا يقول ما تسافرش وحدك. وينهى عن المبيت، ان يبيت الرجل وحده، ما ترقدش وحدك، دائما مع الجماعه. صح؟ شوف انه حتى القران الكريم واركعوا مع الراكعين، يخاطب جماعه. إياك نعبد، شكون؟ ما قالش إياك أعبد، إياك نعبد، ضمير نحن، وإياك نستعين، جماعة. صح؟ ما دام الجماعة، علاش؟ لأن الذئب منين يأكل؟ من الغنم القاصية. الذئب مستحيل يقدر يدخل في وسط القاطع ويدي غنم من الوسط. وإنما هذيك الغنم اللي ضعيفة اللي تمشي وحدها اللي خليناها وحدها، هذيك هي اللي يجي يأكلها الذئب. وهذا اليوم ما تعانيه الأسرة اليوم في وقتنا. اليوم تدخل الأسرة تلقى الغنم القاسية في كل جهة، كل جهة استولى عليها الشيطان. تلقى الأب وراه أو في التلفزيون. إيه، طيب ولاده معاه؟ لا، وراهم الأولاد. عندنا الكبيرة في الشومبرة ديالو، شو يديروا كونيكتي؟ غنم قاسية، غنم قاسية. راهو معاه يا الشيطان يا نفسه يا هواه. أو بين الثلاثة. يا الشيطان يا نفسه يا هواه. تقول لي لا لا بلا، كاين شباب لي ناس ملاح ولي يخدموا كذا، معليش. حتى لو افترضنا ان الناس مناح اليوم، انتوما احنا كبار وراك تشوف انت حاجه ما شاء الله، والله حتى وانت تشوف درس مقطع درس تجيك بيبليسيتي فيها صوره عشان شفتها. يعني انا نشوف لا لم يسلم منها احد. وربي قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي وقتنا هذا الانترنت هي اكبر فاسق. تجيك بكل الانباء. اذا هذا راه غنم قاصيه، والطفله وين راهي؟ الطفله الثانيه راهي هي وحدها، واش هي دير؟ هاي تهضر مع صاحبتها في الواتساب، غنم قاصيه. هذيك ثاني يقدر يديها الدير. والدراري الصغار وراهم؟ راهم هي مع الطابلات، هم يلعبوا. هذوك لم يلعبوا ثاني، حتى الالعاب الالكترونيه، هذيك فيها اشعارات، اي نعم. حتى هذوك غنم قاصيه. هذه مشكلتنا. نحن لا نتحرك كاسره، ككتله، كجماعه. دائما نخلي ولادنا برا، من بعد نقول لك علاش ولادي فزتوا؟ ومن بعد نجيب نقول لك هادي ولادي واحد مخدرات، واحد خارج طريق، واحد كي كان صغير وين كان؟ أين الجماعة؟ الأسرة من 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 حتى في أصل تسميتها أسرة، أسرة منين جات الكلمة هذه؟ هي آسرة، آسرة تأسر مجموعة معينة، حتى مجموعة معينة راهي مأسورة، مأسورة، راهي محكومة، راهي مربوطة، راهي قاعدة مع بعض. كتلة واحدة. أنا أتصور أن الأسرة الناجحة هي أسرة كتلة. مش معنى أسرة كتلة؟ تتحرك ككتلة. شلون تخلي واحد مرة؟ أذن الأذان، تعال بنا نصلي. خلوش واحد مرة. واللي ما صلاش نبقى نستنى واحد يجي. إي أنا نستناو فيك، أنا ما صلوش دوكا. استناو شوية، كيف نستناو كاع؟ أنا جا كاع أنا ما صلوش. يصلوا دوك نجي، ما نصلوش بلا بيك. حنا أسرة نصلي مع بعض. هاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة في المسجد ويصلي النافلة وين؟ في البيت. علاش النافلة في البيت؟ باش الأسرة الكتلة جاء يصلي معه. هاي هاو جا صلينا مع بعض. كملنا صلينا مع بعض الآن نروحوا نتعشاو. كاين شكون هذا اللي يقول لنا ما نتعشاش أنا؟ راني شبعان. كاش منها؟ تجلس.
يلو كان الدور انا ايش معانا ما قدرش ندور قد نجلس معانا كاش واحد يقعد وحده ليه اسره كتله جينا جلسنا تعشينا كملنا تعشينا نشوف التلفزيون مع بعض اسره كتله نشوفوا التلفزيون مع بعض ونشوفوا البرنامج اللي نقدروا نشوفوه مع بعض اما البرامج اللي نحشموا نشوفوها مع بعض كي ما حشمنا من بعضنا لازم نتعلموا نحشموا نستحيوا من ربي وحدك ما تشوفوش لان نشوفوا مع بعض الاسره الكتله هكذا كي تجينا لقطه قبل ما يلتقطها وليدي اللي راه اقل من 7 سنوات اللي شخصيته تتعجل غير تجي هذيك اللقطه انا نكوبيها شفت يا وليدي هذه الصوره هذه ماشي مليحه هاو ربي واش قال هاو النبي واش قال لكن لما انا ما نحضرش وليدي كل حاجه تلقحها هو عمره قبل 7 سنوات كل شيء راه يمتزج مع شخصيته اللي يكبر تعرف احنا دابا واش رانا كل واحد فينا راه 7 سنوات الاولى بنسبه 95% انا واش راكم تشوفوا فيا دابا 7 سنين الاولين وكامل انتم 7 سنين الاولين تبقى 5% من شخصيتك تكملها حتى نهار تموت تقدر تريقلي فيها وتعدل فيها شوف خطورة 7 سنوات الأولى حنا الطفل أقل من 7 سنوات وزيد يلقى الوالدين يفتخروا به 3 سنين في عمره شيخ شوف التليفون فيخبط فيها ودي عارف خير مني عفيس أنا ما نعرفهمش نعطي له ويريك ليهم لي وتلقى الطفل هذاك عامين 3 سنين يقلب في التليفون تعجب وتسأل الأمهات ربما علاش تعطوا له تليفون تقول لك يقلقني يجي ليا وأنا مشغول عندي خدمة انا نطيب ولا نخدم ولا اعطيني تليفون يبدا يبكي يقلقني نعطيه له ولا السؤال لو كان يجي يبدا يبكي اعطيني مخدرات اعطيني جوج نعطيه ما نعطيش مستحيل ولا تعطيه تليفون تقول لي واش علاقة هذه بها انا نقول لك التليفون يقدر يكون اخطر من المخدرات اخطر بكثير لانه كاين ناس شباب تبعوا التليفون وصلوا الى الالحاد ماشي مخدرات هذا اللي يخدم ومازال يامن ربي ولعل الله عز وجل يتوب عليه ويرجع وبلد تلقاه مسكين مره لما يصلي يجي الجمعة يصلي ويحاول يتوب يحاول يطيح فيها مسكين ربي يهديهم ويهدينا جميعا لكن تلقى الاخر اللي ملحد ماهوش يامن ربي اصلا منين جات الضربه من التليفون وخلي امور اخرى كثيره الاستراتيجيه الثانيه في بناء اسره ناجحه هي الاسره الكتله حتى في الدراسه تقول لي ولادي ما يقراوش انا نقول لك ما يقراوش انا نقول لك علاش وليدك ما يحبش يراجع في الدار انا نقول لك علاش حتى تولي تضرب فيه بالضرب باش يروح يراجع انا نقول لك علاش لانه ديروها انتم في راسكم خلونا احيانا واش لازم لنا احيانا باش نفهموا الموقف معين لازم لنا احنا نروحوا نعيشوا في هذاك الموقف ما نقدروش نحكموا احنا في الكراسي ديالنا على بالك كل موقع راك فيه مواقع للادراك انا كي نكون جالس في الكرسي تاع المربي انا الاب نشوف الدنيا من جهتي الدنيا مليحه انا عندي الحق بصح كاش نهار تواضعت شويه ورحت جلست في الكرسي تاع وليدك راك تشوف الدنيا واحد اخرى على بالك عالم واحد اخر افكار واحد اخرى نظره واحد اخرى كامل لأن الحقيقه المطلقه هي القران والسنه اما ما نراه نحن من حقائق هي مجرد زوايا نظر انا نشوف من جهتي شايف بلي انا عندي الحق نهار نجي نشوف من جهتك نشوف بلي انت ثاني عندك الحق كان لازم انا باش نوسع ادراكي نشوف من كل الزوايا النظر باش تدي نظره اجماليه على الموقف اللي راك فيه طيب تبع مليح معايا انت بالنسبه لوليدك هذا علاش مش حاب يراجع على بالسيف بالضرب باش يروح يراجع مع انه قرايته ومستقبله على جنب نقول لك علاش احنا نجلسوا في الكرسي ديالهم ونتخيلوا روحنا في بلاصتهم ونشوف مثلا كل واحد فيكم راهو طالب عنده امتحانات عندنا الباك هكذا حنا رانا قاعدين نجتهدوا نقراو انا نقراو ومن بعد تسمع بابا الهيه مشعل التلفزيون داير ماتش سخون حافظ الدراج يعيط الدنيا مقلبه شكون ماركا وانت يقول لك تقرا عندك باك عاود تروح انت تقرا عندك الباك وانت بتغلي بداخل ومن بعد تسمع الاخر يضحك من الهيه واش كاين اروح تشوف واش كتبوا اليوم في فيسبوك نكته ومن بعد تسمع الدراري بلاي داري الماتش والدنيا برا تسمع شنو هنايا غير انا اللي نقرا الدنيا هذه انتوما كاع عايشين حياتكم بابا عايش حياته يما تضحك من هي خوتي يلعبوا وشنو هنايا خدام عندكم هذه باش نحيوا هذه الفكره بالاسره الكتله واش هي الاسره الكتله الحق وقت القرايه وليدنا عنده باك كاع نقراو معاه تقول لي كاع نجوزو الباك ما نجوزوش الباك ولا حنا ما تلاقيناش القرايه
هاي وليد يروح نقرا واش تقرا انا نقرا مصحف ومرتي تروح تطالع كاش كتاب عندك كتاب ولا تقرا مصحفيه ثانيه والدراري صغار جبنا لهم قصه قصه هم يقراو وانت تقرا الباك انا كاع نقرا صحتي التلفزيون طافي ما كان الانترنت ما كان انا كاع نقرا هذا ما يحس بالظلم يحس واحد داخل كتلة مجموعة كملنا القراية هيا نروحو قاع نطفو نقصرو وشوفو ماتش قاع نروحو نشوفو ماتش ونلعبو قاع نروحو نلعبو جا وقت القراية هيا نروحو نقراو بعض الناس يقول لك خلاص أنا لا يا جماعة هذه فكرة أن ولادي يقراو يحقو نجاحات الفرحانة هذه هم نحكيوها ربي يسألك على نجاحاتك أنت وإنجازاتك ما يسألكش على إنجازات ولادك كي تروح يوم القيامة ماشي وليدك جاب الباك ولا جاب الدكتوراه ربي يقول لك أنا زدنا لك حسنات بس وليدك جاب الدكتوراه أنت واش قريت أنت واش تعلمت أنت فولادك هم يقراو أنت تعال يقراو أنا ما تقراش أنت لو كان كل وقت وليدنا يحكم في راسه يراجع إحنا من باب التزكية نمشي قدامه نفتح كتاب ونبدا نطالع عباك بلينا ولينا مثقفين بزاف شحال من كتاب عندنا في المكتبة في البيت والله كلاه الغبار ما نسيناش ونقول لولادنا روحوا تقراو وإحنا ما نقراوش هذا المشكل اللي يراه الطفل يراه في كلامنا تناقض بين كلامنا وبين ممارساتنا روح تقرا وحنا ما عطوش قيمه للقراءه الاسره الكتله هي اسره تتحرك في كل اتجاه مع بعض هي اسره لا تترك احد افرادها كالغنم القاسيه حتى ياكل منها ابليس هي اسره تراعي كل الافراد وتراعي احتياجاتهم وتتنقل بهم ككتلة واحدة هذه الاستراتيجية الثانية الاستراتيجية الثالثة في بناء أسرة ناجحة هي الحوار الأسري وما أدراك ما الحوار وكيف نقول الحوار خلوني بصراحة نتكلم مع الرجال بالخصوص هكذا وإن كان ربما كاين يسمعونا ما تخافوش ماش ما كاين تعدد ما تخافوش كاع ما خافين طيب راح نتكلم على نقطة مهمة جدا وهي الحوار الرجال يعتقد باللي القوامة معناه أنا كلامي صح القوامة معناتها أنا واش قلت صح أنا راجل وربي عطاني القوامة لا القوامة معناتها أنا كي نهضم في تسكتي ما تناقشيش معاك وما تقوليش بالك ولو بأدب ما تناقشيش القوامة معناتها كلامك صواب يا مرتي لو كان ما جاش من عندك مي كي جا من عندك ماشي صواب بعض الرجال هذا يفهم القوامة كلامك صواب يا مرتي لو كان ما جاش من عندك مرتو قالت له اليوم مثلا دير هذيك الحاجة عندكش الحق غدو يجي صاحبي يقول له دير هذيك الحاجة يروح يديرها يقول له والله صاحبي الله أعطاني واحد الراي تقول له أنا عندي ثلاث أيام اللي قلتها لك ومن بعد يتفكر هو يطيح هذيك حارت هذه والله ما عندها على قدر القوامة القوامة أعطاها لك ربي لتقوم على ما أعطاك من أمانة هذه المرأة لن أسير عنك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أي أسيرات هذه أنت اللي رحت لبابها باش أعطاها لك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودو كان عنده البنات فبيعرف واش معناتها هي صغيرة ويجي يشوف هكا تلعب قدامه ويفرح فيها يتخيل نهار يلحق على صغيرها ويجي يديها الراجل والله غير يتخيل برك ويا 6 سنين تجيك الدمعة في عينك تقول كيف هالمدها كيف تقدر يجي سيد يديها لو كان ماشي كلمة الله يعطيها لك لو كان ماشي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لك ثم يعطيها لك انت باش تبهدلها باش تقول انا عندي القوامه انا كلامي كاع صح انا كلامي القران لا يناقش ابدا فالقوامه هي ان تقوم على ما اعطاك الله عز وجل منه تقوم عليها تقوم على شؤونها تقوم على احتياجاتها لانه علاش لانه هي اللي راح تجيب لك هذاك الولد الصالح استثمار انفستيسمون شفتوا شحكينا على الرؤيه في الفوق لا فيزيون هاوليك او الاستثمار انت راك حاب ولد صالح انت راك حاب تخلي بصمه في النور اثر هذاك حياتك صغيره بزاف حياتك صغيره وما كاش فينا واحد يقدر يضمن دقيقه في حياته دقيقه ما كاش فينا واحد يقدر يقول دوكا اي 9 و5 نقدر نعيش حتى 9 و10 والله ما كان واحد فينا يقدر يقولها
فحياتنا صغيره تعيش 80 سنه 70 سنه 90 سنه 100 سنه شحال تاع الوقت شحال نحي منها او الثلث ديالها كاع قاعد ثلث حياتنا نوم شحال تاع الوقت في النهاية تلقى إلى صفات لك إلى صفات لك خمس سنين عبادة راك هاين راك من العباد السعاد إلى صفات لك خمس سنين عبادة فحياتنا صغيرة لذلك ربي أعطانا واحد المناسبات وأعطانا فرص أن الإنسان يستثمر في حياته حياة صغيرة هذيك ردها كبيرة بماذا؟ قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية معروفة كنعرف. علم ينتفع به أيضا. ولد صالح ثاني كنعرفه، بصح كاين واحد السر ما نعرفوش، واش هو؟ أن ولد صالح هو خير منهم في كامل. علاش؟ لأن الولد صالح هو اللي يقدر يجيب لك ثلاثة مع بعض، تروازون تولي، ثلاثة في واحد. أنت لو كنت تخلي صدقة جارية بليك جامع، يبقى جامع. جامي هذاك الجامع يولي علم ينتفع به. وجامي هذاك الجامع يقدر يولي ولد صالح يبقى جامع ولو كان تخلي علم كتبت كتاب ومن خليته يبقى علم ينتفع به بصح مستحيل يولي ولد صالح ومستحيل يولي صدقه جاريه لكن لو كان تخلي ولد صالح هذاك الولد الصالح اكتسب علم وعلمه للناس صار عندك زوج ولد صالح وعلم ينتفع به ولو كان ولدك يدير عليك صدقه لانه هو صالح يقولوا بابا نصدق عليه ونبني له جامع وش ولا عندك؟ ولا عندك ثلاثه مع بعض هذا هو الاستثمار الصحيح فانت في طريقك نحو هذا الاستثمار لازم تتهلا في المصنع شكون المصنع الام اللي تجيب لك هذا الولد صالح شكون اللي تجيبه لك الام الامام مالك التي كانت تطيبه وتلبسه احسن اللباس وتقول له روح لدرس ربيعه وتعلم من خلقه قبل ان تتعلم من علمه يما ماشي بابا يما جل العلماء جل روح اقرا العظماء المئة مايكل هارت عظماء المئة على بالك بلي 52 منهم رباتهم يماهم حتى قالوا من سر العظمة في التاريخ يتم من سر العظمة 52 من هذوك المئة تربى غير عند يماه ما كاش بابا بابا مات وخلاص غير ما شفاش عليه كاع غير يماه اللي رباته لكن صعب جدا رجل يربي ولده لذلك تلقى المرأة يموت راجلها تقدر تكمل المسيرة هي أم وأب وكل شيء لكن الرجل لما تتمرتو 15 يوم يبدا يشغل جي بي اس يخدم جي بي اس قال لك واحد لطفوا لجوبك قال لك واحد المراه شافت روحها في مرض الموت وزوجها هذا قدامها وحست بلي على بالها غير يموت يتزوج قالت له شوف قلت تزوج براحتك قالت له الى مات تزوج بالسماح قالت له شنو برك احترمني قلت له كيف نحترمك ميته كيف نحترمك ندعي لك قالت له لا احترمني ما تبهدلنيش قدام الناس قال كيف قالت له زعما الموت انا تطلع 15 يوم تجي تتزوج واش يقول يقول له تهنى منها راه منها وما دير لها قيمه قدام الناس قال لها شحال راك تقري شحال راك وقت قالت له ما شي وقت وما حتى ينشف ترابي برك ينشف ترابي برك وما ينشف ترابي قال لها ماشي مشكل ما تدفنها قال لك 15 يوم راح تضرب الله التراب شنو الله قال ما عليش تزيد صبر شويه زاد صبر واحد الشهر هكذا الشتاء ما كاش قال دوك نروح نلقاها نشف تراب شامخ كيف هذا الشتاء غير عليه الدنيا كاع يبصر الدنيا كاع تفاف هي وصاته هو قالت له ما تزوج حتى يشف ترابي وصات خوها قالت له كل يوم نسقي ترابي كل يوم نسقي ترابي باش تخلي هكذا اذا قلنا انه الراجل ربي عطاك القوامه ماشي باش تلغي الاخر تلغي الاخر هذه زوجتك اللي معاك في بعض الاحيان راح يكون رايها في بعض المواقف افضل من رايك نعم افضل من رايك لانه انت راك داخل الموقف هي راهي تشوف من برا يقدر يكون راي يقدر يكون راي تقدر تكون مراه حكيمه مراه عندها معلومه مراه تربات عند باباها دات كاش راي تعلمت كاش حاجه اين العيب وراه المشكل والله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عنده كاع مشكل النبي عليه الصلاه والسلام مره يخرج للصحابه يامرهم لا يعتبرون وهذا اول مره يصرى النبي عليه الصلاه والسلام بالمناسبه اول مره صرى له انه يقول للصحابه ديروا حتى ما يديروهاش فالنبي زعف غضب وخاف
كيما غضب كيما خاف، خاف دخل الأم سلمة يقول خشيت أن ينزل عليهم كسف من السماء، خشيت خفت ربي يخسف بهم الأرض. علاش؟ قال أقول لهم احلقوا ولا يحلقون. قال لهم حلقوا خلاص نعود نقولوا العام الجاي ونعتمروا عمرة كما منعوهم قريش باش يدخلوا عمرة القضاء، أحرقوا رؤوسكم العام الجاي نوليو. الصحابة كانوا حابين يدخلوا مكة، وعلى بالك انت ديماري رايح بنيه، انت كان يعني تقول لك صحابك غدوة تلعب ماتش، تلبس بوك حوايجك، يقولوا لك اني يريد حياتك، نهار كان تجوزك حل، كيفاش انت تمشي 400 كيلومتر؟ رايح باش دير عمرة وجاي بالنية وجاي بكل شيء وتروح تمشي على رجليك، توصل تما يقول لك ما تدخلش، قولي العام الجاي. الصحابة ما كانوش حابين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حرقوا ما قدروش يحرقوا رؤوسهم. والنبي يدخل أم سلمة قال لها حرت واش ندير؟ قال أأمره فلا يعتمرون، خايف ربي يخسف بهم الأرض. جات أم سلمة قالت يا رسول الله من قلق روحك ما والو، وراه الحلاق ديالك والحجة مرة برا. قالت له اخرج تهضر مع حتى واحد، اخرج عيط له يحلق لك وخليهم. فغير شافوا النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق حلق له وحلقوا معه، ما قالهاش وكي دوك انت توري لي، دوك انت مرة توري لي صلاحي، انا نبي ما نعرفش، أني نسنى فيك انت توري لي ابدا. قالها كلامك صواب يا مرتي كما جاش من عندك ابدا. اخذ برايها وبحكمتها، وكان سبب حكمتها هذه انه خلصت الصحابه من هذا الموقف اللي طاحت، وهي تعرف ان الصحابه كي يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدروش ما يديروش، لكن صعبت عليهم انه يتقبلوا الفكره انه يرجعوا فقط، فعالجت هذا الموقف. اذا النبي عليه الصلاه والسلام كان ينصت يسمع لزوجته، يسمع ويتفاعل، ولما يكون راي صواب يقبل ويخطو، وهذا لا يمس ابدا برجولتك شيئا. هذه بالمناسبه، لان بعض الرجال يقول لك انا سمي له مرتي قالت كلام ما قال لي صواب، صار كان ندير به يقول لك هو تبع مرته. احنا عندنا شويه الحساسيات، الواحد غير يجي يتزوج ما يعلموش كيفاش تتزوج، ولا يقولوا لك يجي يوصيلك حاجه واحده الراجل عطاها الله تزوج كود راجل، كيف تكون راجل؟ اسمع معناتها كلامك ولي يمشي. شغل تحس روحك انت داخل حلبة ملاكمة وعندك بابك ويمك الهي في الجهة الأخرى بالسر اللي يسيبورتي فيك، هاي الجولة الأولى هاو هذه هي، وهي ثاني عندها جيتها حلبة ملاكمة من هيك، وكان اللي يوصيها يقول لها من النهار الأول وري له العين الحمراء من النهار الأول. الزواج ماشي صراع، الزواج تكامل، و شكون اللي قال الكلمة الصواب ما يهمش، المهم وصلنا للصواب. شكون اللي نصح الآخر ما يهمش، المهم النصيحة تقالت. شكون اللي خدم الآخر ما يهمش، المهم خدمنا بعضنا. الحوار لازم ينطلق من هذه النقطة اللي هو استراتيجية من استراتيجيات النجاح الأسري. ينطلق من هذه النقطة أنه ما نحاورش وعلى أساس أني أنا عندي الحق وأنت باطل. هذا ماشي حوار. لأن الحوار لو يتقام اليوم في البيوت، أنا الراجل نهار ما يلقاش الحجة باش يقنعها بلي عنده الحق، يقول خلاص سكتي انا الراجل. انت ما قنعتنيش ما كانش دليل يعني. الحق ما يعرفش بانك انت راجل، يعرف بالدليل، يعرف بادلته ببراهينه، يعرف الحق. الحوار عنده ست اساسيات باش ينجح هو في حد ذاته. اولها اختيار المكان المناسب للحوار. شوف نعطيكم قاعده مهمه. عندك مشكله مع مرتك، حاب تحكي معها بروبلام هذا قلقك. ما تحكيش في الشومبر. غرفه النوم. تحكيش تما لانه راح تحكي على مشكل، والمشكله هذاك فيه انفعال راك زعفان ما تهضرش في الشومبرا. تقول لي علاش؟ انا ما عرفت نغلق الباب ونكسر في الشومبرا. على بالك بشحال من راجل وصل الى مرحله في المسار، وصل الى مرحله كره داره وكره مرته، وصل للطلاق بسبب ماذا؟ بسبب انه كانت عنده مشاكل كيما الناس، لكن كامل المشاكل ديالو وين كان يحلهم؟ في غرفه النوم. يولي يقول لك شوف كل لاباس بيا، ندخل للشومبرا نكره. على لي ريبير اللي خليتهم لان على بالك العقل ديالنا، العقل ديالنا يحفظ عندنا ذاكره ميموار، لا ميموار ديالنا كي تحفظ موقف معين، تحفظ الموقف اللي صرا، وتحفظ المكان، وتحفظ الزمان، وتحفظ حتى الريحه. هذيك الريحه اللي كان دايرتها مرتك نهار شميت الريحه ودوزت معاها، نهار تشم هذيك الريحه تزعف، تعاود تشمها على 5 سنين تزعف وحدك، تقول الله ماني فاهم علاش راني مطلق اليوم. هذيك الريحه عرفها عقلك بلي هذيك الريحه نهار درتها مرتك هذاك النهار اللي دوزت، عقلك هكذا يحفظ بالتجربه.
لذلك انت الغرفه تاع النوم نهار تجي تحاور مرتك في حاجه مليحه مشروع مليح حبيت تهدي لها هديه هذاك الوقت ديرها تم باش دير ريبير ملاح تولي تدخل شومبر ديالك ترتاح هنا قلت كلمه طيبه وهنا قالت لك هي كلمه مليحه وهنا هديتها هديه وهنا فرحتوا مع بعض بخبر وهنا هذول ريبير ملاح اما كي تكون عندك مشكله عندك زوج حوايج تتفاداهم ما تناقشش المشكله في غرفه النوم باش ما توليش تتقلق في المكان اللي لازم ترتاح فيه وترقد وما تناقشهاش امام الاولاد اما الاحسن واش دير ارفد الطوموبيل ديالك ورفض مرتك قال روحي نصرف على الموضوع وروح لكاش بلاصه تجلسوا وحدكم حطوا همومكم تم حطوا مشاكلكم تم حطوهم كلام تم ودوكا تصالحنا تسامحنا هاي نولوا للدار تولوا للدار تضحكوا تكسروا الاولاد ما شافوا ما سمعوا واش صرا بيناتكم العياط اللي يكون في الدار بين الرجل والمراه والاولاد حاضرين صغار ولا كبار خصوصا صغار مشهد صراع بين الوالدين شافوا طفل اقل من 7 سنوات اقل من 7 سنين شاف مشهد صراع عياط بين الوالدين في مشهد صغير لا يدوم الا ربما دقائق الطفل يسقط من سلم القيم عنده 48 قيمه اخلاقيه نحسبوهم بالوحده 48 قيمه اخلاقيه هذو 48 قيمه اخلاقيه انت عندك سنوات وانت تتعب تغرسهم في وليدك وليدك كنت تقول له ما ترفدش صوتك كي تهضر ما تعيطش كي تهضر مع اخوك ما تعيطش وبعد يشوف الاب يعيط والام تعيط سقطت القيمه لان النموذج موش يطبق القيمه القدوه موش يطبق القيمه قال هذه هو بناقضها انت كنت تقول له ما ترفدش يدك وشافك انت ترفد يدك وتضرب مرتك انت كنت تقول له اسمع كي يكونوا يهضروا الناس اسمع ماشي انت تهضر شافك انت تهضر وهي تهضر واحد ما يسمع كلها قيم طاحت شاف قيمه التسامح ولا ما تسامحوش شاف المرأة تقول لك سامحني وانت تقول له والله ما نسامحك وانت تقول انا ما نسامحش خوك على قلبك حل كلها قيم طاحت لانه انت بالنسبه ليه نموذج ويماه نموذج لما يتصارع النموذج مع النموذج السيد اللي كان يدير قيم من النماذج كل القيم طاحت كلها راحت في سلم القيم لذلك ابتعدوا عن هذا الصراع قلنا الحوار اول اساس باش ينجح لازم نختاروا له المكان المناسب قلت لك اذا مشكله وين برا ويا ويلهم اللي جاو قعدوا في هذيك البلاصه وراك برا خليتهم لما كاتب واذا كانت حاجه مليحه معليش ديرها في الدار صح زيد الزمان المناسب الزمان المناسب يدخل على الوحده تاع الصباح على الوحده تاع الصباح المراه راقده ينوضها نوضي نوضي حبيت نحكي معك على اليوم الصباح عاد الساعه شفت ضربتي وليدي والله انت بعقلك انت وما يقول لك علاش تشنف عليك علاش تشنف عليك انا حتى تصبح ينوضها من النوم راقده روح عندي صوب واحد السجن شفتك اليوم درتي هذيك الغلطه ولازم نقول لك ماشي عاقل انت منين هذا كيفاش توصل لهذا الحل فاختيار الزمن المناسب وش هو الزمن المناسب هو لما ترى انت النفوس طيبه شفت مرتك فرحانه القصه لبس بها مورالها طالع قل لها حبيت نهضر معك حاجه واش هي دائما في مصلحتك الاسره ديالنا انا نتمنى في المستقبل احكي دائما على المستقبل ما تحكيش على واش فات في الغلطه صرات ما تقدرش تعاود تولي لورد صحه احكي على المستقبل نتمنى في المستقبل كي تجي تضرب بين الاولاد فكري شويه فكري احيانا ما تضربهم على حاجه والو نتمنى برك في المستقبل ولا غير تقبلها لانه خيرت الزمن المناسب والمكان المناسب ونفسيتها مليحه تقول لك معليش والله غلط ما نديرش عليا كي يكون المورال مليح ما نديرهاش وكي يكون زعفان الله غالب هي مشات هي سمعت النصيحة وتحاورتوا وحكيتوا على مشكلة بلا ما جرحتها بلا ما قلقتها بلا ما طرحتوا في مشكلة أكبر كاين وين نبداو بمشكلة صغيرة ثم نوصلوا إلى مشاكل أكبر بكثير الأمر الثالث قلنا الزمان المكان المناسب الزمان المناسب زيد الكلمة المناسبة يا ربي أمرنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم خدمة الشيطان وش هي؟ أنت غير تقول كلمة ويسكمها يموضي فيها وينزل أكتب وش قال لك؟ تقول له والو سمعتي؟ عقب وش معناتها هذه؟ معناتها ما عندكش قيمة أنت هي عقب يضرب في ودنها معناتها ما عندكش قيمة وما تجاوبيش أنت كون جيت أنا في بلاصتك عقب كون جيت أنا في بلاصتك شوفي وش نقول له وما تجي ليك أنت انت هي قالت لك كلمه يجي ويسكمها يموضي فيها يزينها ويجي لك
ما تقول والو انت يا صلاة كرجة لو كان بابك مازال حي واش يدير؟ ويجي ينفخ فيك منا. علاش؟ لأنه الشيطان ينزغ بينكم. أنت خليت له طريق. ربي واش قال لك؟ قل لعبادي يقولوا التي ماشي الحسنى التي هي أحسن. كل العبارات الحسنة حطها قدامك. ثم خير الأحسن ما تخليش بلاصة لإبليس يجي يزينها. أحسن الكلمات عبر بها. أحسن الكلمات اختارها وقولها في الحوار. النقطة الرابعة باش ينجح الحوار لازم تكون نبرة صوت تناسب الحوار. كي تبدا تعيط تسمع الجيران تقول انا نحاور برك مش الحوار. على بالك علاش الزوج كيكونوا متفاهمين ومتحابين يكون بيناتهم الكلام همس يهمس برك بالكلمات شوربوا يتحبوا تفهموا شو حاب يقول. وعلاش يصرى العياط؟ قالت لي انه كي تشوف زوج قراب بداو يعيطوا. قالت لي انه القلوب هي بعيده فالقلوب لما تبتعد كل واحد فيهم يحس بلي لازم يعيط باش يسمع لها. لأن القلوب لما تكون قريبة يولي الكلام كله همس. همس بالعقل برك القلوب قريبة بالخف يسمعك. نهار تشوف زوج يتعايطوا اعرف بلي قلوبهم في هذاك الوقت راهي بعيدة. فلما تبتعد القلوب لا واعيا يشعر الإنسان بأنه لازم يعيط باش يسمع الآخر مع أنه واقف قدامه. ويولي يعيط بزاف باش يسمع الآخر. إذا اختيار نبرة صوت مناسبة للحوار، ريقلي الفوليوم ديالك قبل ما تبدا تحاور، قال هاد الركادونس هذه ولا هاد النغمة في الصوت هي اللي حنستخدمها في الحوار، ما نرفد صوتي مهما كان، نهضر غير بالعقل وصل الفكرة ديالي. هذه قلنا خامسا. سادسا باش ينجح الحوار لازم تكون عندنا القابلية للإقناع كما عندي القابلية للاقتناع. انا داخل نحاور ماشي باش نقول لكم بلي انا لازم يكون عندي الحق. انا داخل نحاور اني حاب نقنعك بصح كاين بوسيبيليتي انت تقنعني ولا كاين امكانيه. قلت لو كان انت تشرح لي الموضوع اللي بالك انا ما شفتوش من جهتي اشرح لي وقنعني به كاين امكانيه الاقتناع موجوده ماشي غلط كاع من جهتي لازم انت تقتنع بكلامي. تقول لي بصح لا انا كلامي صواب انت لا ما تقتنعش. انا ما اقتنعت انت اللي لازم تقتنع. هذا الحوار ما يجيبش نتيجه ما يجيش نتيجه. تقدر المراه تحشم منك تقدر تخاف تقول لك نعم ايه والله ما مقتنعه ونفس المشكله يعاود يتكرر عده مرات. فالحوار الركن السادس فيه باش ينجح لازم تكون عندي القدره على الاقناع تساوي القابليه للاقتناع. عندي قدره نقنعك وعندي قابليه اني نقتنع بكلامك اذا كان كلامك صح يعني لا يخالف الشرع ومنطقي وواعي. انا ايضا عندي قابليه نقنعك. اما بعض الرجال للاسف يعني بين قوسين وهذه نقولها لانه نصيحه لي ولخالتي يشارشي. هو هذا طبيعته يشارشي اسمه وين كوس المشاكل. هو يجي هذه هذا وهذه منا وهذا مانياك يعني ما هو والله كاين واحد قال لي انا ما نحملش روحي يعني. قال لي اسمع انا جيتك ماشي مرتي ما تحملنيش هي اشكال لك. قال لي انا مانيش حامل روحي. قال لي نهضر على فيس ماشي لازم نهضر عليهم ونقول ما نزيدش نهضر عليهم بصح نلقى روحي نزيد نهضر عليهم. هذه القرعة اللي حطيتها هنا نورمالمون تحط منا واش دخلك انت؟ انت بامور اخرى كبيرة خلي هذه الامور السطحية للمرض اللي تبعه يقول لي على بالي بصح في هذاك الوقت نهضر روح انت وقول لي ما تهضرش. قال لك سيد يشرش المرض ديالو يضربها المهم لازم يلقى لها سبب باش يضربها. جابت له جاب ولد العشاء زوج حبات بيض قال لها هاك طيب يومي العشاء. راحت المرأة قالت لهم جضربها قال لها تقليهم قلت لك انا قليهم. قالت له علاش؟ قال لك كنت راح نقول لك غليهم على تزرب تقليهم. غدوة من داك جاب زوج حبات بيض قال لها هاكي ديرهم لعشا وخرج وبالعالي ما يخليش باش الاولى يشاشي لها هاكي ديرهم لعشا ويهرب مش ما تقولوش واش نديرهم لك يخليها حاصله هي. دوزيام جور لوجيك واش راح دير؟ غلاتهم باسكو البارح ضربها كي غلاتهم اليوم غلاتهم جضربها على شتي البارح كي خليتيهم اليوم شهاوني وثناوي نقول لك قريهم كيما تعمل على تزرب تخليهم ضربت. نهار ثالث جاب زوج حبات بيض وخرج قال اديهم للعشاء وهرب. واش ندير له واش ندير له؟ قال دوك هذا ما نسلكش انا اسمها مضروبه مضروبه حكمت حبه غلاتها وحكمت حبه قلاتها عطتهم له هكذا ما عندهم ما يحضر. شاف عيط قال روح روح لين ما تغليها قليتيها ولين ما تخليها.
أي كل مصيبة والله. إذا تكلمنا عن استراتيجية الأولى للنجاح وش هي؟ شوفي إذا راكم مركزين معنا شوية ولا مرحلة. الأولى الاستراتيجية الأولى للنجاح الأسري. بارك الله فيك، البداية الصحيحة وتكلمنا على شقين فيها. النية والقصد من الجانب الشرعي باش كل أعمالك تكون صدقة عليك وتكون أجر. وتكلمنا على جانب الرؤية، الرؤية لازم تكون مشتركة، أنت مش عندك شكل وتوصل، لازم هذه المخلوقة هذه تكون حابة هي ثاني توصل لهذا الشيء. وإلا راح تكون الرؤية ماشي موحدة، أنت تجري في جهة تجري في جهة. وتبدا الصراعات داخل المصنع. وتكلمنا عن الاستراتيجيه الثانيه وش هي؟ بارك الله فيك، هي الاسره الكتله، الاسره اللي تتحرك مع بعض ما تخلي حتى واحد ضايع. والاستراتيجيه الثالثه هي الحوار، وفي الحوار تكلمنا على مجموعه من النقاط باش يكون الحوار ديالنا ناجح. نروح للاستراتيجيه الرابعه وهي مهمه جدا ويعني لا تقل اهميه عن الحوار، وهي الانصات. الانصات على بالك المرأة ماشي ما تفكرش كيما الراجل. الراجل كيكون عنده مشكلة واش يفكر؟ واش يفكر الراجل؟ كي تكون عندكم مشكلة واش تفكر؟ الحل. الحل. المرأة كي تكون عندها مشكلة تفكر في الحل. تفكر شكون يسمعها تحكي له. هي ماشي توصل لحل. هي يحب برك الراجل ديالها يسمع لها. فتجي تبدا تحكي لك المشكلة. هاي جارتي واش دارت لي؟ هاي واش قالت لي؟ أنت كراجل واش تفكر؟ ديرت في الحل. تقول لها من اليوم نزيد نهضر معاها. تقول لك كيفاش نقطع الجار؟ ماشي راسه صنع الجار. هي كيفاش كيما؟ هي لا تريد حل، هي تريد فقط من ينصت. لذلك شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف شحال كان ينصت لنسائه، شحال كان يسمع لهم، مع أنه ما كانش واحد فينا يقدر يقول أنا مشغول بزاف كيما النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كيما النبي ما تقدرش تقولها كاع. ما تقدرش تقولها. مستحيل. شكون فينا؟ مش عندك زوج خدمات؟ شحال؟ ثلاثة خدمات؟ ثلاثة مسؤوليات؟ زعما مثلا خدام في شركة، عندك أمور دعوية، عندك أسرة، ثلاثة. أسمع النبي صلى الله عليه وسلم، رئيس الدولة، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وفود الجيلي، وزير الداخلية، الأمن تاع المدينة كاع عنده. نزيدك إمام، صلي بالناس، مفتي، مرشد، معلم، رسول يوحى إليه، قائد الجيوش. هذه المسؤوليات كامل. ومن بعد تجي عائشة في نهار، تجي هكذا تنفح لها، حبة قصة، تجي النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله كاين واحد 11 امرأة في الجاهلية، في الجاهلية، نرموا هي سكتها، يقول لها عائشة كان في الإسلام، مازال تحكي لنا عن الجاهلية، حنا عندنا نفكروا. انا في شنو ندير بهم انا؟ بس قالت 11 امراه وكان احنا في احنا واحد فينا ديرتي سكتها ما تجيبيليش اخبار انسانة يسوق انسانة ما انا ما نجيب هضري واش كاين في داري جيبيلي اخبار انسانة قالت 11 امراه في الجاهليه تعاقدنا وتعاهدنا الا يخبرن عن ازواجهن الا صدقا 11 امراه تلاقاو في الجاهليه وزيد في الجاهليه وزيد نصا وزيد مجلس غيبة ونميمة. إيه كل وحدة قالت والله اللي نحكيو على رجالنا الصح وبداو يفكروا. وحكات إن عائشة تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت. هذا الحديث طلع في صحيح مسلم أو صفحة ونص. يعني أنت كي تقراه كي تقراه يشد منك ياخذ منك وقت يعني. بالك كي تقراه وزيد باش تفهم المصطلحات ديالو. حديث لا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يسمع. ما قلتش يسمع، أنا واش قلت؟ ينصت. لأن الاستماع هو مجرد تشغيل حاسة السمع، وهذه كاع نديروها حنا. حنا العشية كي ندخل للدار، تجي ما تقدرش تهضر، أنت تسمع. راك تشوف التلفزيون تدير براسك هكذا. تقول لك معايا؟ لا يعني معايا، لا يعني معايا. بصح أنت لو كان تسألك سؤال مفاجئ ولا تدير لك فرض فجائي، واش كنت نقول دوكا؟ والله ما تجاوب كلمة، تعصب. لأن الراجل ما يقدرش يدير زوج حوايج مع بعض، أنت كي تكون تشوف التلفزيون، والله راك في التلفزيون. هاك هي هنا تهز في راسك ودير روحك تسمع تشغل حاسه السمع برك بصح ما تقدرش تركز منه من اما الانصات هو ان تشغل حاسه السمع اي تخدم وتزيد تفهم وتتفاعل ماشي تفهم وتفهم ومن بعد دير رده فعل تتفاعل مع من يتكلم فتبدا عائشه تحكي له نذكر لكم زوج ثلاثه منهم تقول له قالت الاولى مثلا زوجي عيايا
غاية ياء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك قلنا شيء قالوا عربية احنا اللي بعد شوية على اللغة قالت زوجي عايا يا غايا يا قالت هذا زوج كلمات يعني باللي دايما تعبان ومريض زين زوجها دايما تعبان ومريض يشكي كل داء له داء كل مرض عنده تلقى لا تنسوا كاي سكر كاي روماتيزم عنده الدوخة الشقيقة كل مرض سمع هذه راهي الذم في 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 المشاكل اللي عنده الصحية قالت كل داء له داء ومن بعد زيد كيفاش يتعامل مع مرته كيفاش يتعامل في سوء الخلق شجك يضربها كيس الدم او فلك الفل هو يضربها تتنفخ او جمع كل لك مره من جهه مفتوحه ومن جهه منفخه والنبي يسمع وينصص وزيد قالت له ثانيه قالت ثانيه زوجي لحم جمل غف ماشي لحم خروف لحم جمل وماشي جمل زعما مهر صغير مازال شويه لحم طري لحم جمل غف اسمه جمل شارف على راس جبل وعر هذاك الكيلو تاعها ولا زوج كيلو تاعها لحم الجمل الشارف وين في جبل جرجران لا سهل فيرتقى ماشي الجبل الصغير وقريب باش الناس يروحوا له ولا سمين ولا لحم ما يتمش تقع على جبل تسمى هذا وصف اخلاق زوجها صعيب بزاف وباش ترضيه حاجه كبيره والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت ومن بعد حتى حكات على ثلاثة وقالت الرابعة وقالت الخامسة ما سكتهاش كامل وقالت السادسة وقالت حتى وصلت لحداش لحداش وحدة من تحب زوجها تحب زوجها قالت زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني شاري ذهب وملأ من شحم عضدي وكنت بشيانا كي جيت لعنده بدي طرح كيلو سمنت يكرمها ويطير ويحط لها ويجيب لها الخير وقالت عنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقمح وأنام فأتصبح تلقوا تطلع الشمس بلا خدامة تلقوا بكري ثم انتظر فيها ومن بعد هذا السيد هذا قال لك واحد النهار نفحت له خرج شاف واحد المرأة برا عندها زوج ولاد غاتو طلق هذه المزرعة اللي كانت تحبه وتزوج بهذه المرأة قالت فتزوجت من بعده رجلا آخر هذه الحكاية كانت سمعها النبي أنا اختصرتها على بالك حكيت لكم الأولى والثانية والأخرى وما حداش القصة هي جالس يسمعها كانه ما عندوش شغل وانما جالس باش يكرم هذه المراه برك يبين لها بلي انا نسمع لك فقالت تزوج من بعده رجلا ثريا مرفع اللي تزوج الدوزيام وعنده ثاني الخيل والغنم والبقر وزيد واش قالها كوني ام زرع اعطاها الفيفان وشات اغنو كوني ام زرع واميري اهلك كوني انت وزيد انت خوتك إلى ما عندهمش بخير كاين قالت فلما جمعت كل ما أعطاني هذا السين هذا المرفة كيف واش أعطاني ما بلغ أسرار مد أبي زرع ما جاتش في الحفلة تاع أبو زرع ما زلت تحب رجلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصل القصة يقولنا يسمع واش معناه يسمع ويفهم ويتفاعل ماشي يهز راسه كيما حنا فلما سمع النبي القصة وشاف أم زرع شحال كانت تحب أبو زرع قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع عائشة خافت قامت قال لا ولكن أطلقك ثم هما حكايتهم خلاص بالطلاق هو غير قال كنت كأبي زرع لأم زرع هي لا ضدت له هذا قال لا لكن لا أطلقك لكن لا أطلقك الشاهد شوف الإنصات القدرة على الإنصات هذه مهارة وتعرف كل ما تكون عندك قدرة على الإنصات كل ما تكسب ناس جدد كم الناس اللي عندهم مشاكل يجي واحد يهضر معاك علاش ربي قالنا كما قرينا في المغرب واما السائل فلا تنظر سائل واش هذا يقدر يكون سائل مال اعطيني ما عنديش ويقدر يكون سائل علم يا شيخ حبيت نسقسيك ويقدر يكون عنده مشكل ويقدر يحب او مغموم جاي يحكي لك فلا تنظر تقدر تسمع واسمع له ما تقدرش قال الله سامحني مشغول ولا عندي طريق ولا راني في الطريق ما نقدرش لكن اعتذر منه بلطف وبأدب لا تنهره أبدا لأنه يدخل في تحت مسمى السائل إذا قلنا استراتيجية هذه استراتيجية مهمة وهي الإنصات وكيما تنصت لزوجتك والمرأة تنصت لزوجها تسمع وتتفاعل نحن بحاجة إلى الإنصات لأولادنا مرة في لبنان أول مرة نقدم
تقدم محاضرة بهذا الشكل. يعني لبنان قدمت محاضرة في أنفي قسمناها نص جهة أولاد وبنات مراهقين ومراهقات وجهة شكون؟ والديهم آباء وأمهات. وكنت نسأل نفس السؤال نعطيه للأولاد ونعطيه للوالدين ونشوف المفارقات. يعني مثلا سؤال للأولاد واش تحبوا أنتم والديكم؟ واش راكم طالبين والديكم؟ ونسأل الوالدين أنتم واش دايرين في بالكم ولادكم يطلبوا منكم؟ ومن بعد يكتبوا لي في الورق نجمعوا الأجوبة ونديروا الإحصائيات. جمعنا الأجوبة تاع الوالدين ولادكم واش راهم طالبين منكم؟ واش لقيت؟ تليفون بلاي ستيشن مصروف. هذه أكثر الكلمات اللي تكررت. رحنا للأولاد واش راكم طالبين أنتم؟ لقينا الورق اللي بعثوه لنا الإنصات يسمعونا برك. حنا في واد وما في واد. عباد علاش وليدك يولي يطلب جري لي هادي دير لي هادي وتقول له ما عنديش فوق ما على باليش بك عباد علاش؟ نهار ما تسمع لك نهار انت ما تنصبش المشاكل وكمام هو ما يسمع لكش كي تقول له ما عنديش والشهرية ما كفاتنيش ما يسمع لكش دبر راسك جيب ار. مرة اذكر جاني واحد الاب جاب معاه ولينا ومن بعد بدا يشكي لي منهم وانا ما نحبش كي يحكي لي قدام الطفل جيت نقول له تخيط اصبر خليه يروح برا ويحكي لي. قال لي معليش معليش تسمى معليش شغل هما اوفر يعني يهضروا كلش قدامهم روح برا. بدا يقول لي انا وليدي هذا قريته وصرفت عليه ودرت له ما بغاش نحط نعطيه مصروف وانا نشوف الولد وجهه بدا يتبدل. عاود قلت له دقيقه برك خلي الطفل يخرج ويحكي لي. لا لا والله غادي يقعد وبدا يمن عليه وشريت له وهاد اللبسه ديالو عباك شحال جبتها هاد الباسكا ديالو عباك شحال شريتها له عباك شحال نصرف عليه في السمانه عباك شحال عطيت له عباك مره ثانيه نخرج مع صحابي واش درت له. ونشوف الطفل وجهه يتبدل ومن بعد نوض ليه قال له واحد الكلمه انا كنت متمني نقولها له تسمى فرج عليا قال له علاه تزوجت؟ قال له تزوج تجيب دراري ما تقول صرفت عليهم وكان قاعد تعزم صرفت على روحك انا تزوج علاه؟ إلى نيتك أنت ما تصرفش على الدراري وتجيب لهم وتشري لهم، وقعد حاسب يا خويا، اقدر روحك وشير روحك ولبس مليح أنت، وجيب الأولاد تبدا تبن عليهم وزيد يمن عليهم قدام الناس، قدام الناس شريت له ودرت له، ولا مزيدك شريت له ودرت له. الشاهد من هذا أننا لا نوصيته، لا نوصيته لأولادنا، على بالك الطفل ما يقدرش يفهم باللي أنت راك متاح وماشي متاح، ما يقدرش يفهمها، راك في الخدمة من سوايع الله يعاونك، أو متفهم هذا الشيء. انت جيت من الخدمه علاش مازالك في التليفون؟ خلاص كي تكمل الخدمه تدخل للدار هذا والله ما هو وقتك. عندك زوج عندك وقت الوقت ربي وعندك وقت اولادك من غير هذا ما عندكش وقتك انت. انت خلاص كملت خدمتك دخلت على خمسه دوكا بقى لك وقت ربي عند الاذان تروح تصلي هذا بلا مزيه اولادك. لكن هذاك الوقت تاع يا خويا روح قعد معنا في القهوه ناقص صاري احبى طايا يا خويا اذا تزوجت وجبت الدراري باش نجيب معاكم في القهوه وهذو الدراري وين يروحوا كيروحوا انا القهوة؟ نخليهم في الانترنت يا خويا ما نعملش الانترنت على ولادي قاعد انا معاهم وإلا خرجت نخرج ولادي معايا ما نعملش الانترنت ما نعملش التلفزيون والله ما نعمل على ولادي. انا والله كما قلت مرة وزيد نعاودها اخشى ان يكتب علينا هذا الفعل الصغير ان يكتب علينا يوم القيامة من الكبائر كبيرة هذه فرار من الزحف. على بالك شحال الناس راهم يكيدوا لاولادنا، شحال المنظمات في العالم اللي تكيد لاولادنا، اللي راه يتسنى برك تخلي وليدك نص ساعة وحده، وحنا واش نديرو؟ نخلو ولادنا ساعات وحدهم، ورانا برا مع قهاوي قاعدين ندورو بلا شغل بلا مشغل نعم، بلا شغل بلا مشغل، ما تخافش ربي يكتبه لنا فرار من الزحف، تخلي ابوندمون بوست هذا، تخلي الثغر ديالك اللي لازم توقف فيه أنت، العدو يتربص بك من كل جهة، من كل جهة يتربصوا بولادك. وانت مخلي البوست ديالك ورايح الدور رايح تحوس. فلا بد ان نتعلم الانصات ان ننصت ان نسمع لاولادنا ان نفهم ان نتفاعل معهم وهذه الاستراتيجيه الثالثه في بناء هذه الاسره الناجحه لانه وقت الاذان خمسة نعم طيب تكلمنا على الاستراتيجيه الاولى قلنا هي البدايه الصحيحه تكلمنا على الاسره الكتله وتكلمنا على الاستراتيجيه الثالثه وهي الحوار وتكلمنا على الاستراتيجية الرابعة وهي الإنصات. نتكلم أيضا على استراتيجية خامسة وهي لا تقل أهمية عن باقي الاستراتيجيات في بناء هذا النجاح الأسري الذي نسمو إليه جميعا. نتكلم على استراتيجية المودة والرحمة اللي تكلم عليها ربي عز وجل في القرآن الكريم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه لتسكنوا إليها هذه الغريزة. هذه الغريزة. علاش الغريزة؟ لأنه يروى أن آدم لما خلقه الله عز وجل في الجنة استوحش. في الجنة استوحش. يعني يحس بالوحشة وهو في الجنة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولم يطمئن ولم يسكن حتى أخرج من ضلعه حواء فلما شافها ارتاح آدم. فغريزة أن تسكن لهذه المرأة التي تبادلك وتعيش معك الحياة. لكن المودة والرحمة هذا شيء يبنى. وجعل بينكم مودة أي عندك القابلية لبناء هذه المودة. هذا شيء تتعب عليه. الحب بين الزوجين المحبة بين الزوجين ما تجيش وحدها. النظرة الخاطفة الجود فود هذاك يبدا من الأول. قال شفتها والله عجبتني بنت فلان نروح نخطبها. بصح هذا شحال يدوم؟ راك خاطبها راك مرة مرة تروح تضرب طلات تدي مهيبة عقدت الفاتحة راك تزوجتو. تزوجتو شهر شهرين ثلاثة ومن بعد بديت تشوف أمور ما كنتش تعرفهم قبل أنت. بديت تعود عليها توالفها. تعرف الناس طبيعتهم لما تكون حاجة شابة بزاف اليوم راهي شابة بزاف غدوة راهي شابة غير غدوة راهي شوية شوية غير غدوة ولات حاجة عادية. هذه طبيعة الإنسان يغلب في الأمور. فندخلوا في حياتنا الزوجية في مرحلة صعبة وهي مرحلة التعود. لابيتياسيون أصعب المراحل في الحياة الزوجية التعود أن نقولوا الأمور ما توليش جديدة ما كاش حاجة جديدة نكتشفوها. أنت عرفت عليها كلش عرفت عليه كلش. هذه المرحلة تبدأ فيها المشاكل قلة الحوار ما كاش مواضيع مشتركة وندوسوا على أمور تافهة أمور بسيطة نديروا منها حاجة كبيرة. وسبب هذا هو أمر نفسي. لكن هنا بالذات تعرف باللي الحب والمحبة بين زوجين تتبنى. لذلك هناك فرق في القرآن الكريم ما عبرش بالحب قال وجعل بينكم حبا قال مودة. مودة وكان قادر يقول ودا. علاه مودة؟ لأنها تصنع هي من التودد تصنع حاجة تتبنى تخدمها. يعني ماشي بغية تجيك تفتحها تقولي تتحب زوجتك وهي فتحت البغية ولا تحبك. وإنما تبنى بالممارسة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ايش يقول؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فعلتموه مش تمنيتوه فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. فعلمنا أن إفشاء السلام والتحية والكلمة الطيبة يبني حب يبني مودة بين الزوجين. يعني انت تدخل الدار ما تقولش السلام عليكم. تدخل الدار مشنف تدخل الدار جايب مشاكل تاع الكومبرومو جايب مشاكل تاع الخدمه. ها هذا لا يبني محبه بين الزوجين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا عمل تقوم به ممارسه مش انت وحدك راه تجي المحبه تجي وحدها. عمل ممارسات تقوم بها من اجل التودد للطرف الاخر فتجيب هديه فهذه الهديه بعدها تكون الهدف هو بناء مودة ومحبة بين زوجين. تفضل. Yeah.
قال لي شيخ انا والله خفت عليه، واش هو
العلامات ما بعد الموت. خليوا العلماء حنا يموتوا كي يموتوا نبداو نعترفوا بها. جيب لنا شهادة وفاة الباقي علينا. أما حي رضوا إلى وكار. بعد هكذا. للأسف. إذا يقول لي السيد يقول لي ما نمدحهاش. علاش ما نقول أنا نخاف يعني غيتفكروا وتغتروا. هالمصيبة. إذا مما يبني محبة ومودة بين الزوجين العبادات المشتركة. العبادات المشتركة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ذلك الرجل الذي يوقظ زوجته ليلا. نوضي نوضي ونصلي زوج ركعات مع بعض. هذه اللي تقرب القلوب، لكن القلوب كيفاش تقترب؟ تقترب وهي في طريقها نحو الله. في طريقها نحو الله القلوب تلتقي. لما يوقفوا في زوج في الصف يصليوا في الليل، الاولاد راكدين هما ناضوا يصليوا. الله اكبر ويتصلي وراه، كي يسجدوا يدعيوا. كي يدعيوا هو ماذا يرغب؟ يرغب فيما عند الله، وهي وراه تدعي. في ماذا ترغب؟ فيما عند الله. وفي طريقها نحو الله تلتقي القلوب. قلوب وتزداد الموده وتزداد المحبه. غدوه الاثنين هاي نصوموا مع بعض. غدوه الخميس هاي نصوموا مع بعض. جايين ايام البيض هاي نصوموا مع بعض. يصحوا مع بعض ويصلوا ويتلاقوا ويفطروا مع بعض. هكذا تبنى الموده. وشوف سبحان الله كلما كانت الطاعه في بيوتنا كلما كانت المحبه في هذا البيت. ونهار تلقى الامور ماشي مليحه روح حاسب نفسك قول هذا كاش ذنب درته كاش معصيه راني دايرها ومازال ما تبت منها. الصحابه كانوا يقولوا هكذا قال كنت ارى شؤم معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. الصحابي كان كي مرته تجاوبه ولا ترد عليه ولا كاش ما تقول له كاش كلمه ما يتهمهاش يقول انت ماشي مربي ماشي بنت فاميليا يقول كش ماني داير ديكا مع ربي يعني ديكا جرات عليا وقالت هذه الكلمه. فيصلح ما بينه وبين الله ليصلح الله ما بينه وبين خلقه. فاذا اردت ان تصطلح القلوب داخل اسره فاصلح في الاساس ما بينك وبين الله. ودع القلوب تلتقي في طريقها نحو الله. وكلما زادت العبادات المشتركه زادت الموده والرحمه في بيوتنا. قبل ما انهي دائما دير حاجه في راسك سواء في الاسره او خارج الاسره. كل طريقه راك تمشي فيها انت راك قائد راك رب اسره راك اب راك صاحب قوامه. دائما الطريق اللي تمشي فيه مع زوجتك مع اولادك غير صورت لانك قد تضطر يوما ما انك تعاود تمشي في هذا الطريق. وزيد نقول لك حاجه اخرى. الاحسان بضاعه تسلمها اليوم وتستلمها غدا. والعنف بضاعة تسلمها اليوم وتستلمها غدا. اليوم إذا ما كنتش أنت تحسن لزوجتك ولأولادك على جالهم هما أحسن لسببين. السبب الأول لله والسبب الثاني لعقوبتك. لأنه اليوم أنت مصدر القوة أنت راك قوي. وليدك هذا لو عايش عندك أو عايش في دارك أنت لك توكله أنت تشربه أنت تصرف عليه أنت القوة وهو الضعف. غدوة تتبدل الموازين تولي أنت ساكن عنده ويولي هو يصرف عليك ويولي هو القوة وأنت الضعف تولي لو كان ما يمدلكش يده ما تنوضش أنت. فإذا اليوم أحسنت إليه سيسيء إليك وإذا أسأت إليه وما كانش يخاف ربي سيسيء إليك. سلك في حاجة واحدة إذا كان يخاف ربي فيك. فالإحسان بضاعة تسلمها اليوم وتستلمها غدا. لا أنسى أبدا قصة حكاها لي واحد الأخ عن نفسه يعني قال لي يحكي لي قال لي كنت صغير كان واحد الشيخ جارنا حبسوا الكلاوي ديالو ولا يدير دياليز يعني. قال لي كان يحتاج يروح مرتين للمستشفى كل أسبوع وفي كل مرة قطع في طول باش يصفي الدم يعني بعد 6 سوايع 5 سوايع. ولاده كانوا في الخارج كان غير هو المرة ديالو. كانت المرة ديالو مسكينة تتحمل هذا العيب هذا. مرض زوجها حوالي 7 شهور ما خرجش ماتت هي ثاني تعبت مرضت وماتت. ومن بعد ولاو يحوسوا كيفاش يشوفوا امبيلونس تاكش جمعية تجي تردو تديه. ولا عندهم مشكل مرة يجوا مرة ما يجوش مرة يقولوا له عندنا مريض مرة يقولوا له دينا جنازة مرة. هذا الشاب هذا راح ليه جاره هو قال له الحاج قال له ما زلت حوسنا حتى واحد
الى نادي الفريق، الى روحتك، يلحق الوقت ديالك كانوا جايين نفتح من ديك المستشفى وردك. يا وليدي بزاف عليك غير ما تخممش، مرتي في سمانة حبس خدمتو يجي ست سوايع، يقاري يحطو يرفدو يحطو في طوموبيل يديه، يدير دياليز ديالو يعاود يرجعو يعاود يطلعو. قال لك مشات واحد العام، واحد العام شافو هذاك يتعب بدا يبكي هذاك الشيخ، قال له شفت لك الحاج؟ قال له غلطتني يا وليدي، قال له والله غلطتني بزاف عليك، قال له يومين في سمانة تخلي خدمتك تجي ترفدني وتحطني وتجري بيا، قال له ولادي ما يدونيش واش درت ليك. قال له قلت الحاج، قال له كان نقطع حياتي كاع ما ردتش الخير ديالك، واش من الخير؟ قال له انا ما نعرفش بابا، ربيت يتيم، بابا ما نعرفوش. قال له كنا نلعبوا في الحومه دراري صغار، قال له العشيه 4 5 كيجوا صحابي كيجوا والديهم، اللي يشوف بابا يروح يجري ليه. قال له قاعد انا نتفرج، قال له انت الوحيد اللي كنت كل يوم تجيب لي حبه حلوه وتعيط لي. قال له حلاوتها مازالت في فمي. قال له الان 35 سنه مازال نحس حلاوتها في فمي. قال له طول حياتي ما نتعبش عليك. فالإحسان هذا دواء. إحسان. أنت مع أولادك أحسن لأن الله أمرك بالإحسان، وأحسن لأن عقوبتك هذه هي يعاود يرجعوا لك الإحسان اللي درته فيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا لتربية أولادنا وللمحبة بيننا، وأن يزرع في قلوبنا المودة والرحمة، وأن يجمعنا في بيوتنا على العبادة والطاعة، وأن يوفق أهل هذا المسجد وإمامهم لكل خير، وأهل العلي جميعا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ سمير على هذه الكلمات الطيبة الكريمة والمحاضرة الكافية والشافية بإذن الله تعالى. نتمنى انه يعني الى حد ما فصل بشكل واضح بحيث لا يبقى لواحد منا اي استفسار او، لكن مع ذلك اذا فيه مداخله او تدخل او استفسار ممكن، اذا ما كانش ننتقل للفقره التاليه. ما كانش ننتقل للفقره التاليه، احنا كعادتنا الشيخ سمير عاده نكرم ضيوفنا من باب الاعتراف والتقدير على كرم الاستجابة وشرف الاستماع إلى مداخلاتكم. حميد أو كذي قصة يا أخوان. نحن عليه يا علي ما شاء الله. إذن أدعو إلى منصة رئيس البلدية شيخ البلدية الدولة العظمى الشيخ محمد عمر، هي للأمانة يعني خويا محمد ربي يجزاه خير كل خير على كل حال، لا يتردد في مساعدة وتقديم العون للمسجد عادة، وربي يجزاه كل خير، هذه شهادة نقولها لله عز وجل. تفضل شكرا. كذلك مثل هذه النشاطات عادة لا يمكنها أن تتم إلا بمساعدة ودعم الناس المحسنين، ثم عارفين أن المسجد ما عندوش ميزانية، فيعتمد على مساعدات ومساهمات الناس الطيبين والناس المحسنين. أيضا العمل الخيري بشكل عام يعني العمل التطوعي، العمل هذا العمل التطوعي عموما يقوم بها ناس محسنين، لذلك ارتئينا ان نكرم واحدا ممن ساهم معنا في بعض النشاطات في المسجد، اللي هو الحاج رضوان. هذا رضوان عبد الوشيش، يتفضل. تفضل الحاج. الحاج رضوان، على كل حال الحاج رضوان هذا الحاج رضوان المربي ديالي ما شاء الله. وانا بس جوز ولا جوز. الحاج رضوان فقط باش نعطيكم فكره، لما درنا في رمضان درنا مائده الافطار، فتكلمت معاه
السلام عليكم. السلام عليكم. فتكلمت معاه قلت له الحاج محتاجين كذا كذا كذا، قال لي شحال عندكم؟ قلت له عندنا تقريبا 100 ولا، قال لي ماشي مكتش تحتاجوها؟ قلت له 3 ايام، قال لي ماشي مشكل. قلت له شحال خلصوا؟ قال لي روح يا راجل ربي يجازيه خير وربي يحفظه فيما فيه. يقدم له هذه الشهاده الاخ فيصل، اين انت؟ فيصل وحده. هما لا يشتغلون في عمل تطوعي. بارك الله فيكم، بارك الله فيك، ربي يسلمكم. بارك الله فيك ويحفظ جماعة بيكور، ربي يحفظكم كاع. ربي يحفظكم. كذلك شهادة أخرى يعني مبنعفة لمخبزة بنزينة الذين لا يتأخرون في كل مرة، نطلبهم بإذن المساعدة والدعم إلا وساهموا معنا في ذلك. يتفضل الأخ محمد. عبد المكاشو. يتفضل الأخ محمد ليتسلم الهدية نيابة أو الشهادة نيابة عنه. يقدمها له الأخ يزيد. يزيد انتو سلم سلم يا ايضا واحده ايضا من الشركاء انا في النشاطات تاع المسجد اللي هي مخبزة لاكال، أيضا عدد اللي ساهموا معنا في مثل هذه النشاطات، كنا كملناهم ليش عارف إذا جا الممثل تاعهم ولا، إذا جاء الله يبارك، إذا ما جاش يتقدم خويا جمال، جمال مرمان، يستلم أو يتسلم الشهادة نيابة عن مخبزة لاكال، يقدمها له الأخ أيوب عناد. أيوب زينة تعالى خويا تعالى. بالمناسبة الأيام القادمة إن شاء الله سننطلق في المدرسة القرآنية الصيفية اللي يشوفها لها أيوب، يعني باش تكونوا في الصورة فقط إن شاء الله في الأيام القادمة ننطلق في المدرسة. يروى واش بيك رايح؟ يروى ايضا شهاده اخرى لواحده من اهل الاحسان في الحي اللي هما مؤسسه الناس. يتفضل اخونا محمد يقدم له الشهاده. شيخ نور الدين. شيخ نور الدين امام مسجد المؤمنين. ربي يجزيه خير ان شاء الله. بهذا الشكل يكون تكون هذا الاسبوع التوعوي يكون يعني وصلنا الى نهايته ان شاء الله. ربي نحمد الله سبحانه وتعالى ان وفقنا لها وان يسر اسباب نجاح هذا الاسبوع فعالياته. نشكر جميع القائمين والمساهمين والمساعدين والحاضرين والمحبين اللي دعونا عن ظهر الغيب ربي يجزيهم جميعا وربي يبارك فيهم. نشكر ايضا الشيخ سمير على كرم حضوره ونزوله عندنا وعلى هذه المحاضره الجامعه النافعه باذن الله تعالى. ربي يجزيكم جميعا بارك الله فيكم وان شاء الله نلتقي في اسابيع اخرى باذن الله. بارك الله فيكم.